السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. معنا النهارده خبر جديد وبيقول نجوم السوشيال ميديا ينضمون الى منصه 3 ديز والميمز هي الابرز. بس قبل ما هنبدا بالتفاصيل، اذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعه ليصلكم منا كل جديد وحصري. نجوم السوشيال ميديا ينضمون الى منصه 3 ديز والميمز هي الابرز. 24 ساعة فقط كانت كافية ليتحول تطبيق 3 ديز الذي أطلقه شركة ميتا إلى ترند في العالم، وينتقل إليه آلاف المشاهير وملايين المتابعين حتى الآن، حيث أعلنت الشركة بشكل رسمي أول أمس الأربعاء عن إطلاق التطبيق الجديد المنافس لتطبيق تويتر، وتحول إلى ترند على السوشيال ميديا في وقت قصير، وحقق انطلاقة قوية جداً، واشترك فيه حوالي 10 ملايين شخص لحظة انطلاقه، وتجاوز عدد المستخدمين الآن 30 مليون من حوالي 100 دولة حول العالم. مشاهير السوشيال ميديا تحولوا بين ليلة وضحاها إلى تطبيق 3 ديز وأنشأوا حسابات خاصة لهم، ومنهم مايا دياب، كيندا علوش، أنس، أنغام، نور ستارز، جيني إسبر والآلاف غيرهم. واللافت في الترند الحالي هو التعليقات الساخرة التي تناولت الصراع بين تويتر وميتا بشكل فكاهي، حيث تناولوا الفيديوهات والصور التي تعبر عن حالة الفراغ الذي صنعه التطبيق الجديد في باقي التطبيقات. ولذلك ما هو تطبيق 3 ديز؟ تعالوا الآن نتعرف ما هو التطبيق الجديد. هو تطبيق يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن بديل لمنصة تويتر التي يمتلكها إيلون ماسك ويتم تغييرها بشكل متكرر. ويعتبر تطبيق 3 ديز نسخة نصية من تطبيق انستجرام، كما انه يوفر مساحة جديدة ومنفصلة للتحديثات في الوقت الفعلي والمحادثات العامة. واليكم بعض مميزات البرنامج الجديد، حيث يمكن لمستخدمي 3 ديز نشر بحد اقصى 500 حرف، ويمكن ايضا للمستخدمين كذلك مشاركة الصور مثل تويتر، كما يمكن نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق. ومن المميزات أيضا أنه لا يحتاج تطبيق 3 ديز حسابا منفصل طالما لديه حساب على انستجرام، وبمجرد تنزيل سلاسل الرسائل وفتحها ستظهر تلقائيا حساب انستجرام الخاص بك لتسجيل الدخول. ليست هناك حاجة لكلمة مرور طالما لديك برنامج انستجرام على هاتفك وتم تسجيل الدخول منه. يمكن ايضا لمستخدمي 3 ديز اضافة المتابعين، وايضا اختيار من تتابع، ولذلك مجرد تسجيل الدخول سترى القائمة الكاملة للاشخاص الذين تتابعهم على انستجرام، ويمكن متابعة العديد او الكل حسب اختيارك. كذلك لديك خيار الاحتفاظ بملفك اما ان يكون شخصي او خاص او عام. تطبيق 3 ديز يعد حاليا تطبيق خالي من الإعلانات، ولكن من المرجح أن تجلب شركة ميتا الإعلانات إليه كلما زاد عدد مستخدمين بشكل أكبر. وفي النهاية، إذا أعجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على أخبار حصرية الآن.